مساء الجمال جمعة مباركة عليكم حبايبي اليوم حسوي لكم الدلك المغربية بصراحة بيني وبينكم ما كنت حابة اوريكم لاني قلت خلاص انتو حافظينها كل مرة اسوي لكم ياها احس خلاص حافظينها بعدين تذكرت انه سنابي واصل مليون فقلت لا في بنات جدد ما شافوها شوفوا البات الجدد ترى بنات انا كل اسبوع اسوي اسوي حمام مغربي بد... ما أسوي حمام مغربي حمام مغربي يعني بتفاصيله لا سوي ادلك بدال الحمام المغربي الاشياء دي كلها ادلك بنات تغنيك عن الحمام المغربي هو آه هي دلكة مغربية يعني مغاربة كمان يستخدموها فبنات حقيقة تفتح الجسم كأنها ماسك وتنظف وتشيل كل حاجة مرة مرة بنات كأنها تعرفي كأنها ايش كأنها تنظيف عميق للجلد فخرافية بنات أتعب وأنا أقول لكم إنها تجنن 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 ترجع جسمك كأنك بابي من كتر ما تخليك ما حطول عليكم لو أنا تكلمت عنها لين منين يوم يوم إيش ما حي أو في حقة لأنه من جد مرة حلوة البنات اللي استخدموها يكلموني أو لي أو يروحوا الانستغرام حقتي ترى منزلة عنها مرة كتير أكثر من بوست فيقروا بس الكلام اللي هم البنات اللي كاتبين عنها بنات فظيعة تشمل فظيعة فظيعة فظيعه، فضيعة ايش معنى فظيعه؟ فظيعه مره ثانيه اقول لكم، مره ترى حلوه، مره حلوه، البنات اللي ما جربوها يعني انت فاتك نص عمرك، مو نص عمرك، عمرك كله فاتك، من جد مره حلوه بنات، حتقولي فيني عنها من زمان، والله بنات من جد، من جد مره حلوه، مره حلوه، بحط لكم مقاديرها.